السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المنتخب اللبناني يهزم أمام المنتخب الأسترالي بأولى المباريات بالتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا. كيف كانت نظرتنا لهذه المباراة؟ تحليلنا للشوط الأول والثاني، الأخطاء والإيجابيات للمدرب لودوفيتش هنحكيها بهذه الحلقة، فتابعونا. طبعا بداية اللقاء لجميع كان متوقع انه المدرب المونتينيغري حيفوت بخطة 3-5-2 هكذا دخل في كأس آسيا، وهيك فعليا دخل على الورق، ولكن بتغير مراكز وتغيير لشكل الفريق. فمصطفى مطر كان بحراس المرمى، ثلاثي الدفاعي من جديد اللي هو وليد شور وماهر صبره وخليل خميس، نصر على اليمين وشبريكو على الشمال، السيسي وسرور بوسط الملعب كارتكاز، طبعا جرادي كصانع العاب، وحسن معتوق وعمر شعبان بوجيل بخط الهجوم. هكذا كانت شكل الفريق، او هكذا كانت الاسماء بتشكيله المدرب المونتينيغري. اما المنتخب الاسترالي فدخل بخطه 4-4-2. ببدايه الشوط الاول وتحديدا بالدقيقه الخامسه، المنتخب اللبناني بتلقى هدف سريع من المنتخب الاسترالي بخطا بالتقدير من حارس المنتخب اللبناني مصطفى مطر. للدقيقة 12 المنتخب اللبناني حاول يفتح الملعب، حاول يقدم لعند المنتخب الاسترالي. المنتخب الاسترالي كان من الواضح انه بده يحاول يسيطر، يخرج بهذه اللقاء بفوز بأقل الأضرار وينتصر على المنتخب اللبناني. أما المنتخب اللبناني واللي لفتني بهذا الشوط الأول أنه كان عم بدافع بخطين متوازيين، يعني ما عم بيكون في لاعب لحتى يعبي الفراغ. مثل ما هتشوفوا بالصور أنه اللاعب رقم 8 صانع ألعاب بالمنتخب الأسترالي كان عم بيكون وحيدا أغلبية الشوط الأول، نظرا لأنه نحن كنا عم ندافع بخمس مدافعين بالخلف، يعني بنحكي الثلاثي لقلب الدفاع، اثنين الأظهرة كانوا عم بدافعوا على كخط على مهاجمين المنتخب الأسترالي، والخط الثاني كان متوازي، عم نحكي عن جرادي سرور السيسي وأيضا اللاعب حسن معتوق وعمر شعبان بوجيل لحاله بالأمام. فهذا الفراغ اللي عم بيكون بالنص، أي الثلث الأخير، أو خلينا نقول الثلث الثاني للمنتخب الأسترالي، كان عم بيكون فاضي، عم بيقدر يتحرك في المنتخب الأسترالي مثل ما بده. ولكن طبعا المنتخب الأسترالي كان أكثرية هجماته كانت عم تكون على الأطراف، فلفت نظري هذا الشيء من المنتخب اللبناني. كان لازم يكون مدام وليد شور عم يلعب كقلب دفاع ثالث، يعني عم بيكون أي خطأ أو أي عرضية للمنتخب الأسترالي بيقدر يترجمها المنتخب الأسترالي بسهولة بحراس المرمى أو بالمرمى اللبناني. فكان لازم وليد شور يطلع ياخد هذا المدافع او هذا صانع العاب الاسترالي، اي غلطه كان بيقدر المنتخب اللبناني بما انه عم يلعب بهذا الشكل كان بيقدر انه ياخد الهجمه المرتده بسهوله على المنتخب الاسترالي بما انه عم يلعب بالرتم البطيء. ما بعرف ليه رودوفيتش ما انتبه لهذا الموضوع، لانه اغلبيه الشوط الاول كنا عم نلعب بهذه الطريقه. بالمقابل صانع العاب المنتخب اللبناني اللي هو باسل جرادي، كان اي كره عم يستلمها بنص الملعب كان في اثنين او ثلاثه عم بيحاولوا يقربوا عليه وياخذوا منه الطابه. لاحظنا هذا الشيء باكثر المباراه. فالثلث الهجومي لدى المنتخب اللبناني كان عم بيكون فاقد لقوته، لانه في لاعب واحد بس هو اللي عم بيستلم، والمنتخب الاسترالي كان عم بضيق على هذا اللاعب وعم بيقدر يستخلص الكره وعم بيقدر يبرمها بنجاح. في الشوط الثاني مباشرة بين الشوطين، المدرب المونتينيغري ببدل اللاعب حسن سرور اللي كان غير موفق في هذه المباراة، كان عم يلعب كذا كرة خاطئة، وحتى الكرة الأولى اللي إجا منها الهدف الأول للمنتخب الأسترالي عم يبدل بمحمد حيدر اللي هو بيجيد إنه يمشي الرتم، بيقدر يلعب الكرات العرضية والكرات العالية من نصف الملعب. ولكن بالدقيقة تقريبا 55 المنتخب الأسترالي بسجل هدف الثاني لحتى تقريبا يحاول انه يقضي على المنتخب اللبناني. بعد هذا الهدف مباشرة المنتخب الاسترالي بسرع اللعب اكثر واكثر لحتى يستغل ربما الاحباط اللي ممكن كان يصير عند المنتخب اللبناني، ويحاول انه يسجل الهدف الثالث لحتى يقضي على المباراة نهائيا. نقطة التحول بالمباراة من ناحية المنتخب اللبناني هجوميا هي كان تبديل حسن معتوق بدانيال لحو. طبعا حسن معتوق كان عم يقدم مباراة جيدة، ولكن حسن معتوق قدرته البدنية بتقدر تعطيك فقط نص ساعة. اللي كان عم بيعمله على الجهة اليمنى مع نصر نصار اللي هو برأيي كان نجم المباراة، نصر نصار بالشوط الأول والشوط الثاني كان عم يقدم أداء خرافي أمام المنتخب الأسترالي، قدر يتداخل ببعض الكرات أمام المنتخب الأسترالي ويقدر يربحها كمان تو مان، وايضا كان عم بيكون او عم بيقود الهجمات اللبنانيه على الجهه اليمنى. ايضا حسن معتوق مثل ما قلنا كان عم بيقدر يقدم بعض الشيء، ولكن بعد الشوط الاول انتهى حسن معتوق، خرج من الخدمه.
دخول دانيال لحود غير الشكل الهجومي لمنتخب لبنان ايضا بالدقيقه 77، بيخرج السيسي وبيدخل نادر مطر بتبديل موفق من رادوفيتش، وايضا كريم درويش بيدخل محل شعبان موجيل. اكيد البعض بده يسال ليه كريم درويش بيدخل محل موجيل، لانه خطه المنتخب بتعتمد على لاعب انه يسند عليه اللاعبين الوسط يكون قوي بدنيا مثل عمر شعبان بوجيل او كريم درويش. فاذا كنا عم نقول انه لازم دانيال لحود يدخل قلب هجوم او ليان اردو شاهين، ما بعتقد هذه الخطه تتماشى مع افكار المدرب اللي كان عم بيطبقها على ارض الملعب. بدي اقول شغله، انه بالدقيقه 80 لحد الدقيقه 95 تقريبا او 96 مطرح ما انتهت المباراه، المنتخب اللبناني كان عم بتسيد المباراه، كان هو المسيطر، صح له كذا فرصه للمنتخب اللبناني، وخاصة فرصة لحود دقيقة 80 بالقائم الأيمن للمنتخب الأسترالي، أيضا دخول بطار حرك الجهة الهجومية للمنتخب اللبناني. صرنا عم نشوف أكثر من لاعب بالمنطقة الأسترالية في ضغط مستمر على اللاعبين الدفاع، هيك لازم ينعمل. أنا قلت بالحلقة السابقة إنه كان لازم نضغط على المنتخب الأسترالي، لازم نزعجه بمناطقه، ما ندافع ننطر لحتى ندافع بمناطقنا، لا بل لازم ندافع بمناطق المنتخب الأسترالي. طبعا المنتخب اللبناني صح له كذا فرصة وخاصة بآخر ثواني المباراة، ولكن لم نستطع أن نسجل هدف. بملخص هذه المباراة حاب أقول أن المنتخب اللبناني أدى مباراة جيدة. خطة 5-4-1 اللي أنا حكيت فيها هي الخطة الناجحة للمدرب رادوفيتش، فعلا استعملها، ولكن ما كان لازم يستعملها بهذه الطريقة، ما كان لازم يلعب بخطين متوازيين، بل كان لازم يقدم اللاعبين الوسط، يعني نلعب بأربعة مدافعين وخمس لاعبين وسط لحتى نكسر الهجمات الأسترالية ونقدر نطلع. مثل ما شفنا ببعض الكرات كنا عم نكون بالهجمات المرتدة السريعة، ولكن مثل ما كنا عم نشوف أنه نفتقر نحن للجمل الهجومية لدى المهاجمين. لما يستلم جرادة بصدقوني يمكن بعض الأوقات ما بيعرف لهون بده يلعبها، ما في تناسق بينه وبين عمر شعبان بوجيل وحسن معتوق، كل واحد بيقدر أو بيحاول أنه يعمل الحل الفردي اللي بيقدر عليه. بالدقيقة 80 مثل ما قلنا المنتخب اللبناني ضغط على اللاعبين الأستراليين، هكذا لازم نستنتج ولازم ناخذ هذه الأمور على محمل الجد لحتى نطبقها جيدا بمباراة 26 الشهر بعد أسبوع تقريبا. المنتخب اللبناني قدم مباراة جيدة، يعطيهم ألف عافية، نتمنى من رالدوفيتش ينظر لهذه المباراة، ونحن قادرين فعليا أنه نقدر نتعادل أو حتى نربح على المنتخب الأسترالي بالمباراة القادمة. كنت معكم أنا حسن صالحة، تابعوني دايما على فيسبوك وعلى يوتيوب، أكيد حيكون لنا محطات قادمة لنحكي أكثر عن تحضيرات المنتخب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.